وفي إطار الاحتفال بالذكرى 49 لنصر أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1557 نزيلا من الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. مع إشراقة شمس 6 أكتوبر وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تفتح أبواب الأمل والحياة لهؤلاء المفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الذين تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة هذه الذكرى الخالدة. فقد أصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 458 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم إحياءً لانتصارات أكتوبر، فكان العفو بالنسبة لهؤلاء فرصة جديدة للحياة. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. العفو بالنسبة لنا بداية جديدة، وإن شاء الله يعني نبتدي بداية وحياة تانية خالص غير اللي كنا عايشينها يعني بإذن الله. نشكر سيادة الرئيس على العفو ده، إحنا فرحة كبيرة والله العظيم، ما كناش منتظرينها يعني، بس الحمد لله. الحمد لله بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بعفو 6 أكتوبر، كلنا طبعاً فرحانين الحمد لله، ويعني خلانا نبدأ حياة جديدة وتعلمنا والحمد لله على كل حاجة يعني. انتهت لجان العفو المشكلة من قطاع الحماية المجتمعية إلى الإفراج عن 1557 نزيلاً من تنطبق عليهم شروط العفو بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي وفرت لهم البيئة الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية التي تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم. جينا هنا بتواجدنا في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، لقينا أن كل واحد عنده مهنة ممكن يقدر يمارسها بشكل جيد وياخد عليها مقابل مادي أو ومعنوي كبير جدا من الناس المتواجدة هنا. بنشكر جدا السيد الرئيس الجمهورية فتاح السيسي لأنه ادانا فرصة تانية، وبيأكد أن النزيل لا يعاقب مرتين. في البداية عايز أقول أن مركز إصلاح وتأهيل حاجة كويسة جدا، حاجة أدمية، فيها هنا تأهيل وفيها ننزل مكتبة، ننزل ورش هنا تصنيع نجارة وحدادة، وهنا مركز طبي عالمي اللي فيه رعاية طبية متكاملة. هنساعده ويبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم محاور السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تراعي فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتمنح من خلالها الفرصة للمفرج عنهم ليبدأوا من جديد حياة كريمة. العفو ده جاني فرصة للحياة، خلاني يعني خلاني عايش أرجع أعيش تاني مع عيالي، فرصة حلوة جاتني. طبعاً أول حاجة بحمد ربنا إن هو فكها علينا، والحمد لله برضو خرجنا لأولادنا والأهالينا، وإن إحنا نرجع في وسطهم تاني زي الأول، ويا رب يفكها على الناس التانية. وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر إدارة مبنى مركز وتأهيل وإصلاح وادي النطرون على الاهتمام والأخلاق والتعامل. بنصنع في المجزر اللي هو بتاع الدواجن، وأخد الشهادة من جوه من امتحان وأخد الشهادة، وإن شاء الله لما أطلع برا أنا معايا الشهادة هطلع أقدم بيها برا وأشتغل في شغلة زي كده هتنفعني برا. بالإنسانية والأمل وبالإرادة والعمل والحب بين الناس. فرحة كبيرة للمفرج عنهم وهم يخطون خطواتهم الأولى خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كان في استقبالهم ذويهم الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالعفو الرئاسي عن أبنائهم وعودتهم لأحضانهم مرة أخرى. المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي ليبدأوا حياة جديدة عقب الإفراج عنهم بعد تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التي تم إنشاؤها حديثاً لتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والسياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية. من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.